بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر اللي بينعقد النهارده عن ارتفاع ضغط الدم، وزي ما حضرتك كلكم عارفين مرض ارتفاع ضغط الدم مرض في الحقيقه نسبه تواجده في العالم كله مرتفعه جدا، ونسبه المصابين دي مرتفعه برضه في العالم كله. وفي الحقيقه العلم كل يوم بيبين لنا طرق تشخيص وطرق العلاج وآليات العلاج للمرض الخطير اللي هو بينجم عنه عواقب وضعفات مش بس على القلب، على العين والكلى والجهاز العصبي والمخ. وبالتالي فالاهتمام بان احنا نتعامل مع ارتفاع الضغط بشتى الطرق اعتقد ان ده حاجه مهمه جدا، واعتقد ان احنا المفروض ان احنا نتعامل مع ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحرص على متابعه ضغط الدم خاصة بعد سن 30 أو 35، متابعة دورية لضغط الدم، والتعامل مع ارتفاع ضغط الدم بكل دقة من الأساليب الحياتية، ومن اتباع الدقة في اتخاذ العقار المناسب لمعرفة الطبيب، واللي من خلال كده أعتقد إن احنا هيبقى في وقاية كويسة جدا من أمراض القلب إذا قدرنا نسيطر على ارتفاع ضغط الدم. شكرا.